فمنكم المحسنين ساعدوني، الله يرحم لكم الوالدين لما ساعدوني، ساعدوني الله يساعدكم ادخل الجنة، ساعدوني راني بغى نفرق وليداتي، ما يبقاش مجموعين في بيت واحد. علي قسم الله اللي جبتوا لي 100 مرحبا، انا كنطلب منكم تعاونوني يا ربي يا ربي، كنطلب منكم تعاونوني، راني شحال وانا صابره وشحال وانا ما لقيتش اللي يعاونني، ورا والديا ميتين ورا ما عندي حتى واحد اللي يعاونني سواك ربي وانتوما، راني كنترجى سوى الله وانتوما، ومحمد السادس راه كنترجاه، جلالة الملك راني كنترجاه راني كنترجاه راني كنترجاه راني كنترجى الله، انا بغيتكم تعاونوا معايا، انا بغيتكم تعاونوا معايا وتنقذوني من هاد المشاكل ومن هاد العذاب اللي عشت فيه، يعني راني عشت وش العذاب، يعني راجل عشت وش العذاب، ولدي تكرفص وجهه بزاف، ضرب اخوه خسر لي وجهه بايد الجوع، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك الوالدين، طيبة ديال التشمير راني كنجري في الديور بيه، كنبات فيه الديور، كنتي معايا كنهربوا مع من خوه، راني عييت وانا نهرب فيه، راني عييت وانا نبات في الزنقة، راني عييت وانا نبرك في الشرابي، يعني راه سولوا عليا الجيران راه هما غادي يقولوا لكم هاد السيدة واش كانت بات هاربة لي كامل من راشا شي سكران، يعني الدري توا دايخ، انا راه ما تيستاه ما ندير، وهاد الولد راه باغي يخدم مسكين، وراه خدام في الشركة فيه بوسكورة، واللي دروك هي قال لك انا تعقدت في حياتي، انا علاش باقي بغيت نعيش تعقدت في حياتي وجي خسر ليا، انا وجي خسر ليا، قلت لي وليدي غير صبر، انا غنطلب اللي يعاونني عليك، انا غنطلب اللي يصلح لك وجهك، يا ربي يا ربي، الا ما تعاونوا معايا تخرج عليكم بالله، الا ما تعاونوا معايا راه جيو تشوفوا الحاله عندي، راه كنقول لكم في هادشي اللي كاين، راه ماشي غنكذب عليكم ولا غنقول لكم راه ما كاينش هادشي، يعني راه الله اللي كيحس بيا، راه الله اللي كيحس بيا، راه الله دروك نقول بغا نمشي لكادير ما عنديش طابعة لفريل باش نركب، راني المعيشة والله القسم والله القسم والله القسم، لكن بعض المرات اللي كنبات بلاش وكنحك الصبر ونسكت وبغيت على هنا ما لقيتوش، يعني راه بغيت نبعد من المشاكل، عييت صافي ما بديتش قدرت نصبر، راني صبرت 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 بالله، انا راه كنطلب منكم بغيت شي دار في نسق انا ووليداتي، انا راه كنطلب منكم راني عييت راه عندي 58 عام راني كنمشي نخدم مع بزاف ديال العيالات، راني كنخدم بزاف ديال العيالات، دابا كل العيالات كيقولوا لي ما هاد كورونا كيقولوا لي ما تجيش، يعني اشنو غندير؟ كيقول لي ما تجيش تخدمي، عييت بغيت نجمع والو، ما تجمعش داكشي اللي كنصور كنجيبو الخص العمر من البوطا نجيب باكيت السكر صافي، يعني ما كاينش شي حاجة كثيرة 500 درهم اللي كنجيب كنصرفها في النهار، ما عندي ما عنديش، عندي الله.